جد جد أو لعب جد 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 أو لعب جد 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 أو لعب جد 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 أو لعب جد 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 أو لعب جد 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 أو لعب جد 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 أو لعب جد 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 أو لعب جاهزين يلا يا شباب هذا سؤال وعطني جواب خلك خلك قد التحدي وجاوب واربح وطوف وعدي جاهزين يلا يا شباب هذا سؤال وعطني جواب خلك خلك قد التحدي جاوب واربح طوف وعدي فايز ولا خسران ما عاد تبقى ربحان وما طلعك بس زعلان يعدها لكم سعد كنعان يجيب جوائز من كل مكان تدري تدري اكيد تدري تلعب معاكم شر الخضري جد 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 ولعب جد 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 ولعب جد جد وبس والله مساكم الله بالخير مشاهدينا وحياكم الله في حلقة جديدة من جد ولعب ومثل ما تعودنا بعد أذان المغرب في جميع أيام رمضان المبارك راح نطلع عليكم عبر شاشة العدالة الاي تي في الله الرحمن والله مو طبيعية لا اليوم أسئلتنا راح تكون منوعة وإطلالات مختلفة وجماهير مختلفة مع أسئلة جديدة وجوائز مثل ما تعودنا في كل حلقة ادعني يلا يا جماعة شباب الله يسامحك لا مو كذي قصدي أنا أصلا بردح حكي لي بالطفل تعالوا 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 مو غششت هي صرخت السؤال أماني يا خالي ليش ما جاوبتي أماني يا خالي شنو هاي شبيك نشوف المشاركة اللي ويانا هني شنو ممكن يجاوبون إيه أو لا سلام عليكم حياتي 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 مساك الله بالخير أنت بخير وصحة وسلامة تعالوا ياها تعالي تعالي مبارك عليكم السلام علينا وعليكم تبارك شلونكم عساكم طيبين شاركوا معاي يلا تمام حلو ديكوريشن حلو شوكلت حلو حلو كل حافظة اليوم إيه عيبة كبيرة إنزين السؤال يقول مسرحية مدرسة المشاغبين نعرفها من المخرج؟ عادل ناصر بس اللي فيها عادل إمام اللي فيها عادل إمام وأحمد زكي نور دمرداش يمكن مو دمرداش ما عندي فكرة ما عندي فكرة شكراً عساكم على القوة يعطيكم العافية قربي وجهك إيش تبي فيه؟ بقلبه تعال هالعائلة خلينا نشوف المشاركة اللي ويانا هني حياكم تعالوا السلام عليكم مساكم الله بالخير تحمسين تشاركون كنا ان شاء الله وش بك شان فطيس هيك شلونكم بالمسرح القديم والله زين يعني زين ماشي ايش كثر صار لكم هني بالمباركيه والله تونا جينا ما توكم نص ساعة ايه. يعني تمشون ولا تقضون حاجه لا تمشوا ايش قضى والله ومشينا ربع انتو ايه. حلو الله لا يغير عليكم الا الاحسن اللهم اللهم احمد مساء الخير سؤال يقول مسرحية مدرسة المشاغبين في عادل إمام محمد صالح سعيد صالح شو اسمه الثانية شو اسمه أحمد زكي يونس شلبي هذين من مخرج المسرحية؟ لا هذا السؤال ما بيسمعه شوف حظي بالكاست كله من المخرج؟ اختيارات؟ يبقى ثلاث اختيارات ولا راح نقص صح إن شاء الله؟ لا ما في يبقى أربعة ما في خمسة على الأقل نجيبها ما عليه ما في شيء ما في ما أعرف مخرجين مصريين يبقى على الأول اسم ماكو لا شد عارف أنا أعرف ولا ما أعرف لا ما أعرف شكرا عساكم على القوة يعطيكم العافية هذا وايد ماخذ راحته وياك أهلا يا حي الله ما عرفتهم مشاهير مشاهير مشاهيرنا مشاهيرنا اللي جميلين السلام عليكم مساك الله بالخير فنان شو اخبارك شلونك انت فنان شلونك بخير الحمد لله شافك شو اخبارك بخير الحمد لله انت كبرت من زمان كبرت اول ناس كبرت شو اخباركم بخير الحمد لله اليوم مو بالبث يعني مباركيه ايوه شاركون وياي بجد العب يلا صارت صارت اتمنى تعرفون الاجابه يلا وانا الله مسخرني حق الخبور اللي مثلي وين ما خبل عندي سؤال يقول مسرحية مدرسة المشاغبين نعم نعرفها صح منو المخرج؟ المخرج ما تعرفه؟ محمد الحملي منو؟ محمد الحملي يقول لك
لا يمزحون لي يا طارق العلي طارق العلي كم 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 بارك الله فيك حياك الله ساك الله بالخير الله يبخير كل عام طيب انت بخير صحه سلامه شارك معي اي نعم حلو انت بدوي الله الله سؤال يقول مدرسة المشاغبين مسرحية قديمة كلنا نعرفها وتقريبا حافظينها من المخرج؟ جلال شرقاوي الشرقاوي بس مو عبد الله الشرقاوي الشرقاوي ايه بس مو عبد الله لا جلال شرقاوي جلال ايه انت قلت جلال وعبد الله لا جلال جلال الشرقاوي صح الإجابة صحيحة خشوف أول جوائزنا لليوم من عيادة الميدان تبيض أسنان بقيمة 110 دنانير رقمهم 1-82-32-22 هذه أول هدايانا الهدية اللي وراها عندنا من أطياب المرشودة الغني عن التعريف كذلك هذه الهدية وهذا العطر اللي أفرع منتشر كل أنحاء الكويت عندنا كذلك هذا الكوبون مقدم من دبليو لكشري جيم نادي نسائي موجود في سليل الجهرة رقمهم 50-42-40-80 عليك بالعافية عندنا كذلك من عسل ثري بيز عسل طبيعي ذو خواص مناعية وعلاجية يقدم لك هذا العسل رقمهم 9,001,650 أما هذا الكوبون مقدم من لابوتي كلينيك لعيادة التجميل يقدمون لك استشارة طبية وأشعة وتنظيف أسنان هذه هديتهم محطين رقم تليفون أما مسابيح أبو عدنان للكشخة عنوان مسابيح المليف يقدمون لك هذه السبحة رقمهم 99-9-6-2-9-6 عليك بألف ألف عافية وعندنا كذلك هذا الكوبون مقدم من شركة فليكس لغسيل وتلميع السيارات شعارهم نحن ننظف بقوة رقمهم 99-9-13 عليك بألف عافية وعندنا هذه الهدية مقدمة من أمل الكويت أمل الكويت الغني عن التعريف كذلك يقدم لك هذا العطر المميز عندنا هذا الكوبون مقدم من هير بالإصباء الغني عن التعريف تقدم لأي فرع قريب منك أو الدلة واستمتع حيث الراحة والاسترخاء بجلسة للاستجمام وكذلك عندنا من فارس مود بيوتي سنتر مركز تجميلي نسائي يقدمون جلسات خلطات طبيعية رقمهم 6-26-20-40-35-1-2-8-11 مكانهم بالسالمية شارع حمد المبارك فيكس للمأكولات يقدمون كوبون اشتراك رقمهم 9-5636 أو 9-5636 مكانهم بالعرضية الحرفية أما من طيف الإمارات يقدمون لك هذا العطر المميز من أجود أنواع العطور والبخور والأطياب مكانهم في ذا جيت مول في العقيلة فرعهم الوحيد عندنا كذلك هذه القسيمة الشرائية من أهلية غورمي أجود أنواع المكسرات القهوة البهارات والحلويات مكانهم بسواق الجريم بجانب سوق العايش رقمهم 6692-2413 أما من بتول فاشن سنتر للبشوت والعبي النسائية يقدمون لك هذه القطعة المميزة رقمهم 6611-0207 وعندنا هذا الكوبون من أبتايت ريستورانت مطعم إيطالي فاخر يقدموا لك دعوة عشاء مكانهم مهبولة مجمع الوفر رسيف رقمهم 5-5-6-2-8-7-8 وكانت هذه هدايانا مشكورة ما قصر كل عام بخير ومبارك عليك إن شاء الله يعطيك العافية إذا مسرحية مدرسة المشاغبين مخرجها الأستاذ جلال الشرقاوي نطلع نشوف السؤال الجاي شنو بيكون وعن شنو بيكون ومنو بيجاوب عليه إجابة صحيحة السؤال الجاي طابعه رياضي بحت واللي لعب تاريخ الرياضه واللعيبه ومتى اعتزلوا ومتى هدوا ومتى شاتوا ومتى قولوا راح يجاوب عليه بسرعه خلينا نشوف المشاركه اللي ويانا هني السلام عليكم مساك الله بالخير مبارك عليك تشارك علينا وعليك تبارك تشارك وياي اي نعم اي نعم وليش سالاني انت اول شيء ايش كثر صالك هني بالمباركيه نص ساعة توك يعني اي توني يعني جاي تقضى ولا تمشى؟ والله تمشى صراحة الأجواء حلوة اليوم الأجواء زينة ما شاء الله اي الله يسلمك المشاركة تقول مو المشاركة السؤال السؤال يقول شلونك بالكرة أول؟ الحمد لله زين الحمد لله تمام اللاعب الأسمر منو؟ بليه حلو متى اعتزل؟ أي سنة؟ والله
بالسبعينات. اي سنه؟ السبعينات. هو 70 كانوا فايزين بكاس العالم. حلو حلو في ارشيف يعني. إيه تمام يعني زين. ما ادري يمكن 74 72 يعني ما في يمكن. عطني سنه. هو اخر سنه 70 كاس العالم. اوكي بعد كاس العالم شنو في؟ يعني تقريبا يمكن اي عارف ما عارف والله يعني هذه الاعتزال. لا شكرا عساك على القوه عاد. يعطيك العافيه حياك الله. انت والله شو تعرفين مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. يعطيك العافيه. الله يسلمك. كل عام وانتم طيب. السلام عليكم. مساك الله بالخير. الله يسلمك. تشاركون معي؟ اي والله يا ليت. اخوان عيال عم ربع اخوان؟ اي والله. منو العود؟ اثنين. المفروض انت اللي راح تعرف الاجابه. يلا ان شاء الله. ان شاء الله. شلونكم الكره؟ والله الحمد لله. الحمد لله. لا لا والله لا. لا والله. لا والله. زين امشي ولي منك. ماري تجمعات. اللاعب بلي. اي سنه اعتزل؟ في اختيارات؟ ما في. سؤال واحد ولا في غيره؟ سؤال واحد. إلي وين يلعب؟ قادسية؟ فكر فكر معي فكر معي فكر فكر فريج دايلر. والله ما أعرف. سعد سعد ما له شغل. ما يغشش سعد. كان غشش ثاني. عندنا اختيارات شيء. ما في والله. 2007؟ ها؟ لا شكرا يعطيك لا شكرا يعطيك العافية. خلينا نشوف المشاركة. لا 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 غلط. شكرا يعطيكم العافية. لا 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 خلينا نشوف المشاركه اللي انا هني. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله عمي. الله يحييك. مساك الله بالخير. كبرتيني بالعمر. خلاص خلاص اخيي ولا يهمك. كل شيء تعرفين يا الملعونه. هلا ابوي. شخبارك؟ طول لي عمرك. مساك طيب. حياك الله. ساعة المباركة. وجودك كافي وجودك. بهالمباركية ولد الحجية. ايه ولد الحجية. اهم شيء ولد الحجية. اكيد ما دامنا بالمباركية اكيد ولد الحجية. عدل عليك. حياك الله. تفضل. الله يحييك يا رب. شلونك بالكرة؟ الكرة؟ ايه. يح. ها بس حاطين لنا كره على قولتك. افا عليك. من اللاعب الاسمر؟ اسمر؟ ايه؟ فتحي كمين. لا عالميا انت حكى. عالميا بيلي. بيلي بيلي. حلو. يعني منو الخال يعني هاللون هذا ايش بيطلع لي ايش والله بيطلع احلى لون مسك وعنبر. اي نعم اكيد اكيد طبعا. يه يه أي أقدر انا أقدر اقول لك شيء؟ لا ما تقدري تقولي شيء. سلامتك. ولا تقولي له كله صح. على وعلى راسي. الله يرضى عليك. دام راسك يا عيال. الله يسلمك. اقول لك بس السؤال شنو؟ تفضل. عرفنا بليه. حلو. في اي عام اعتزل؟ اعتزل. لا تقول بصوتك. والله ان ما حد طالع من عائله الف غيرك انت. الله. اي سنه اعتزل بليه؟ اي متى اعتزل بليه؟ اي متى اي سنه؟ اتوقع بالثمانين. لين الثمانين لا ما لعب. ها اللي منتخب الكويت شارك فيها ما لعب. ما لعب. ما لعب. 86 ما لعب. 82 كاس العالم اللي شاركوا فيه الكويت ما لعب. ما لعب بليه. اي نعم. زين ارجع لورا. ارجع لورا. 70 كان في مباراة. 70 لعب. 70 لعب. 70 اي نعم. فهو بين 70 وبين 82. بين 70 82 ايه؟ كل اربع سنوات هي كاس العالم. نقول يعني ب 74 ب 74 اخر اجابه. يا رب ودي تفوز. واذا فزنا فزنا واذا ما فزنا بعطيك بعد محاوله. تفضل. عطني بعد رقم. مو 74. مو 74. طول لي عمرك بلي. ايه زيد ثلاثه. 77 كم؟ 77 بعد 77 سنة 77 اعتزل بليه. حلو حلو حلو. اعتزل من المنتخب. حلو. كان نفوز. فزنا. فزنا؟ فزنا. الله يوفق الجميع ان شاء الله. لولش؟ لولش على قولتهم. تبينا لولش؟ انا لولش انا لولش. مقدم من المستشفى الدولي. جلسات مجانية. رقمهم 1-8-1-7-1. هذا والكوبون. عندنا هذه الهدية من عسل الثري بيز الغني عن التعريف. رقمهم 9,001-56. شوف أي هدية بعطيك يا بقول رقمهم أول. توكلي على الله. هذا شرطهم علينا. أول الله. ها عندنا عيادة الميدان حق الأسنان تنظيف أسنان. رقمهم 188-3322. يا خيتي ما بقى بالعمر شيء. سيصلحون بظروسنا. سينظمون فيهم. بوليش بوليش بوليش. بوليش تقول سيارة غسيل تشحيم بوليش.
نخلص الدنيا داخل. الله كريم. مسابيح ابو عدنان للكشخه عنوان رقمهم 9962906 عليك بالعافيه. الله يجزيك خير ويزيدك من نعيمه. اما اهليه جورمي يقدم لك هذا الكوبون اجود انواع المكسرات القهوه بهارات حلويات موجودين بسواق الجرين يم سوق العايش رقمهم 6692413. وعندنا هذا الكوبون مقدم من لابوتي كلينك استشارة طبية أشعة تنظيف أسنان حق الأسنان الضروس اليوم كل الضروس اليوم حبي عسى ما يشلعون ضروسنا حق الدندون اليوم مو لي بس العمرنا 80 عيل العمر كله يا رب العمر كله يا رب وصلنا 63 على محافظين على كم ضرس بس العمر إيه؟ توك شيخ الشباب. أما طياب السعيد شنو بعطيك كم هدية عطر رقمهم 551922 شن 8-4 حلو طياب السعيد هم معروف هم حلو هم حلو هم زين هوت شوكلت حلو شوكليت لا مو حلو شوكليت يعور يرفع السكر يرفع السكر ليش حقين المباركية على وين بعيد الله يطول لي عمرك سكر تعرف هربل صباح ما اسمع هربل صباح تعرفه هربل صباح هذا مال مساج ايوه مال مساج هذا تروح اول فرع يطرى على بالك اللي الدله ولا للقريب منك تعطيهم هذه وتستمتع بجلسه حيث الراحه والاسترخاء اوه موليه اي موليه اليوم وخيفتشون ويهمزون ويريحون ويدلعون يلا وفارس مودي بيوتي سنتر مركز تجميل نسائي يقدم لك هذا الكوبون رقمهم 6-26-20-40 لجلسات خلطات طبيعيه مكانهم بالسالميه شارع حمد المبارك الله يجزيك خير خليتنا نفتر الكويت كلها شفت شلون على هالجوائز نفتر الكويت كلها ما راح نفتر هاي ما راح نطب المباركيه عند ولد الحج بس ما له داعي لا لازم نرد له مباركية لا اكيد لازم نرد له نرد مباركية انا ما استمتع اصور لهني يا احلى شيء المباركية اي شلون فيها هالارواح الطيبه يا الله يسلم يطول لي عمرك عندنا مطعم هلا جون شيف سعد يقدم لك كوبون اشتراك رقمهم 6-7-6-5-6-8 عليك بالف عافيه عندنا هذه الهديه من بي دي بيرفيومز موجودين بالافنيوز في محل اسمه قصر الكهرمان بجانب طياب المرشود مقابل الرصاصي رقمهم 6-9-6-2-7-6-2-1 الله يزيد يبارك الله يزيد الله يبارك امين يا رب اجمعين يا رب عندنا من أبتايت ريستورانت مطعم إيطالي فاخر يقدم لك دعوة العشاء هذه مكان بالمهبولة مجمع الوف رسيف رقمه 5-5-6-6-8-8-7 الله يرزقني إن شاء الله يا داخل يلا. لا إله إلا الله. أما أزياء الحنين اللي أنا لابسة منهم هذه القطعة اليوم يقدمون لك هذه القطعة المميزة وهذه الدراعة الحلوة رقمهم وين رقمهم 9-9-0-0-1-7-8-2 أو 2-2-6-5-2-2-8-2 حنين فاشن 2014 على الإنستغرام عليك بالعافية حطهم داخل الله يعافيك جزاك الله ألف خير بعد شنو فيه ومشكورة عندنا بعد هذا الكوبون هذا آخر واحد آخر واحد هذا الكوبون من شركة ديفند للتلميع ووقاية السيارات بقيمة 50 دينار مكانهم بالري خلف مجمع الأفنيوز رقمهم 4-6-8-4-5-4 هذه حق السيارة حتى سيارتك دلعناها الله يجزيك خير ومشكوره العفو وعسى الله يحفظكم ويحفظ هالديره ينقال لي ابو راشد ابو راشد نبيل الزيدال والنعم اي نعم والنعم ولد المباركيه ولد الحجيه الله عليك هذا انا ولد المباركيه ولد الحجيه ملح المكان والله الله يسلمك طول عمرك مشكور على المشاركه حياك الله حياك الله يا يوسف سلام عليكم كان هذا سؤالنا الرياضي وكانت اجابتنا في عام 77 اعتزل اللاعب الاسمر بيلي خلينا نطلع نشوف السؤال الجاي شنو بيكون ومن اللي بيجاوب على هالسؤال سؤالنا عن عالم الحيوان أسئلتي المفضلة اللي دايماً أحب أتطقس وأشوف من يعرف معلومات عن الطيور والحيوانات عزكم الله والأسماك وغيرها وعالم البحار وعالم الحيوانات خلينا نشوف المشاركة اللي ويانا هل راح يعرفون إجابة سؤالي أو لا حياك الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله العام الطيب وحضرتك بطيبة وخير يا رب السلام عليكم سلم على طنطا سلام بلي زيك شلونك صحتك سلام بلي كل عام وانت بخير مبارك مليكة مليكة اسمك جميل يا مليكة كم عمرك يا مليكة أربعة أربعة بتروحي المدرسة ولا لسه 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 ما روحتيش لا هي في أجازة أنت في أجازة دلوقتي وهتروحي تخشي الحضانة ولا الروضة حضانة روضة روضة ولا حضانة حضانة لسه 1 2 يلا 1 2 3 4 5 6 7 والله هتوصلي للمدرسة
8 9 10 11 برافو يا مليكة هالطول عمر مليكة الله يخليها لك يا رب وتهنى بعدك يا رب. هو ده جيلي جديد اللي عايزين تطلعوه؟ عندي لك سؤال يقول ما هو الطائر الذي يبيض في عش غير عشه؟ يبيض في عش غير عشه الطائر حمام الزاجل؟ لا شكرا يعطيك الصحة العافية. باي باي مليكة سوي باي باي حق الكاميرا سوي باي باي حق الكاميرا كفو 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 وادلم قلبنا الناس. السلام عليكم مساك الله بالخير يعافيك يا رب وانت بخير وصحة وسلامة امين اجمعين. اول مرة شارك انا ديري بالك شو اسوي يعني؟ اول مرة بحياتي شو اسوي يعني؟ يعني اقول لك السؤال حسب السؤال حسب السؤال. روحي روحي يا الجكرة. عن عالم الحيوان عزك الله شنو الطير اللي يبيض في عش غير عشة؟ طير اللي يبيض في عش غير عشة ما يحلى له يحط البيض اللي بعش ثاني ما يحطه بعشة هو. عادي والله عارف ما عارف ها؟ عارف ولا ما عارف؟ يعني طير غير الهدد؟ لا يا كرهك انتي ويا لعنك ودي اذبحك. شاركين؟ لا لا وين ريلك؟ وينه؟ ريل ولد تعال ريلها ولدها تعالوا. افي عليك من بنت بس تقرقين. السلام عليكم. يا اختي قلب السميان واختي حلاته سميان يا اختي قلب السميان. السلام عليكم. وعليكم السلام. ساك الله بالخير. الله يسلمك. كل عام طيب. انت بصحة وسلامة. شارك معي؟ الحمد لله تفضلي. زاد فضلك. الله يسلمك. شنو الطائر؟ شنو الطائر اللي يبيض في عش مو عشة؟ الطائر اللي شنو؟ يبيض في عش مو عشة. عش مو عشة أتصور طائر الوغواغ. شو اسمه؟ طائر الوغواغ. شو؟ أهو استانس جاوب صح طائر الوغواغ. شو اسمه ولدك؟ عبد الله. عبد الله أجد نجام يا عبودي يمو ويه الخير يمو قلبي خلاص صبعي راح خذ صبعي خذ صبعي يما يما فاز 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 بابا فاز 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 ممكن أبي صبعي عشان أعطي بابا هدايا بعطي بابا هدايا ما تبي هدايا نعطي ماما أوكي زين والله أبي صبعي أخاف عورة مجلف خلينا نشوف أول هدايانا من المستشفى الدولي جلسة تنظيف بشرة رقمهم 1-81-371 عليك بالعافية. عندنا كذلك من أطياب المرشود الغني عن التعريف يقدم لك هذا العطر. عندنا كذلك هذه الهدية مقدمة من فارس مود بيوتي سنتر مركز تجميل نسائي خلطات طبيعية وسشوار رقمهم 6-26-20-40-3-5-1-2-8-11 مكان المستشفى شارع حمد مبارك. عسل 3 بيز الغني عن التعريف للخواص المناعية والعلاجية قدم لك هذا العسل رقمهم 9,001-56 عليك بالعافية. عندنا كذلك هذا الكوبون مقدم من هيربل سبا الغني عن التعريف تروح أقرب فرع الفرع اللي تدله وتحط تعطيهم هذا الكوبون وتستمتع حيث الراحة والاسترخاء. نظارات العسل يقدمون لك هذه النظارة رقمهم 247-2-082 موجودين بالفروانية وخيطان. عندنا هذا الاشتراك مجاني ليب نادي دبليو لكشري جيم النسائي اللي موجود بسلي الجهر رقمهم 50-241-80 عليك بالعافية. وعندنا كذلك هذه الهدية من NG جولري رقمهم 562-57-82-3 NG_Jewelries 2022 للمجوهرة. وعندنا كذلك هذا الكوبون مقدم من أباتايت ريستورانت مطعم إيطالي فاخر دعوة لعشاء إيطالي رقمهم 5-6-8-7-8 موجودين بالمهبولة مجمع الوفرة سيب أمل الكويت للعطور والبخور والأطياف من أجود أنواع العطور والبخور كذلك يقدمون لك هذا العطر. أما من لابوتيلي صح لابوتيلي إيه لابوتيلي كلينيك يقدمون لك استشارة وأشعة وتنظيف أسنان عليك ألف ألف عافية. أما هذه المعايدة مقدمة من دكتور طارق العلي أبو حمود يعطيك عطر رويالتي مقدم من براند طارق العلي رقمهم 992-416 أو طارق العلي .براند عن طريق الإنستغرام وكل عام وأنت بخير.
عندنا هذا الكوبون مقدم من أهلية غورميه لأجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات والحلويات. رقمهم 66992413 موجودين بسواق الكريم بجانب سوق العايش. أما هذه القطعة المميزة من بتول فاشن سنتر للبشوت والعبي النسائية رقمهم 66110207. هذه القطعة المميزة، هذا الكوبون مقدم من ابتسامة كلينيك، كوبون تنظيف ذهبي بقيمة 100 دينار رقمهم 9562 صباح السالم أو السالمية 9422237. كذي خلصنا. عبودي دهني العودي، عبودي دهني العودي، يما ويه الخير، يما يما سلم قلبه سبيان. نقول باي باي انت والمايك طقم صايرين، نقول باي باي، نختم الحلقة ويا عبودي. يلا نختم الحلقة ويا عبودي. يا جماعة وصلنا حق نهاية هذه الحلقة، تابعونا في الحلقات القادمة. أنا وعبد الله نقول لكم باي باي. يا حزين يلا يا شباب، هذا سؤال وعطني جواب، خلك خلك قد التحدي، جاوب واربح طوف وعدي. فايز ولا خسران ما عاد تبقى ربحان، وما طلع كذا زعلان، يعدها لكم سعد كنعان، يجيب جوائز من كل مكان. تدري تدري أكيد تدري، تلعب معاكم سارة الخضري. جد 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 جد.